الحلقه اللي هتطلع اليوم احبائي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه. خلاص ايدينا لفوق بس ثاني، اوكي كل حلقه ايدينا لفوق. حلقه بتعقد رح تكون مثل كمان حلقه امبارح، بس اليوم على اهضم، اوكي، مع الاميره الصغيره ليا. بونجور. بونجور. وين عم تطلعي فينا؟ هونيك عم تطلعي التلفزيون، هونيك تطلعي لك وين؟ هيك، اوكي؟ وكمان انا عندي عمر الجقل هون. عمر صباحو، تمام؟ احوالك؟ اول شغله قال لي عمر، قال لي خلي ليا تكسر بيض اليوم مش انا. اوكي، هيك بلشت الحلقه اليوم بتعقد، وانتم عم تشوفوا كمان انه بس عم نعمل هلا كمان بلقاء مع الاطفال او بالكيدي كوكينج. شايف شو عم بيصير معنا؟ عم نحضر وصفات عم شوي معقده، معقده بمعنى فيهم شغل كثير للاطفال، اوكي؟ يعني عم حاول الوصفه يكون فيها كثير اشياء كمان ما بتجرح ما بتحرق، اوكي، بطريقه انه نحن نشغلهم قد ما فينا بقلب الوصفه نفسها. اليوم عندي ليا بتعملنا كيك ببياض البيض، يعني من دون صفار البيض، وبعدين رح تعملنا تشوكلت ميلك تشيك، يعني تشوكلت مع بقلبه رح نحط هيك كريمه رح نخفقهم مع السكر ونحط بعدين كريمه عليهم من فوق، شو رايك؟ انت باي مدرسه؟ لسه عبد القادر. بتحكي فرنساوي؟ تي بارون فرونسي؟ وي. ا بيان؟ وي. كومون سابيل تماغ؟ يسر. يسر؟ اي تون بيغ؟ بلال. بلال؟ بلال شو؟ سوبرا. سوبرا؟ من وين بلال سوبرا؟ من وين يعني؟ من اي منطقة؟ مش وين قاعد؟ من وين؟ بيروت. قولي له أنت من وين؟ أنت من وين؟ قولي له أنت من وين؟ بيروت. من بيروت؟ يلا، وين روح هلا؟ وين ماما هلا؟ بالبيت. نبعث لها سلامات؟ قولي لماما، لك شفت الكاميرا هونيك، اطلع على الكاميرا هونيك، قولي لها لماما انا بحبك كثير. انا بحبك كثير. وشو عندك انت اخوات كمان؟ خي. خي واحد شو اسمه؟ عمر. عمر؟ ايه؟ هو خيك عمر؟ لا. لا، ده عمر ثاني؟ ورح نحكي معه شوي ولا شو بدنا فيه؟ نحكي معه شوي؟ رح نسأله كم سؤال؟ ايه. يلا رجعنا. عمر بونجور. تو بارل اون فرونسي توا؟ نو. اه دو سبيك انجلش؟ اوه، انت بأي مدرسة لكن؟ حريري 3 سكول. حريري 3 سكول. وشو اسم ابوك كمان؟ فادي. فادي. وشو اسم امك كمان؟ امي. امك. امي. أنا. طيب ليك ليك الكاميرا وين؟ انا بدك طلع هونيك بالكاميرا ولين بدك تسلم؟ شو بونجور يا تيتا؟ لا تاتا جيهان وتاتا مجوده. اه والله. ومين بس كني؟ ما في عمو، ما في خالو، ما في بلا وخالتي وصاحبتك بالمدرسه. ايه. اني حاجة وين شو اسمها؟ سنتيا. سنتيا لكن ها نطق زكريا مثل ما بيقولوا. ليا انت مين عندك بالاكل هيك واحد بتحبيه زغرور؟ ما حدا. ما بتستفيد ولا شيء البنت. اوكي دان ليا رح نعمل شغله وبعدين بروح انا لعند مين؟ لعند عمر. بدنا نعمل شغله، اول شيء بدنا نحط الكفوف. انا جايب لكم الكفوف سمول، اوكي سمول صغار، وجي هون بوتيت. بنحط الكفوف، بتعرف تحطيهم؟ ايه. اوكي حطي الكفوف، تنرجع وانا كمان رح احط الكفوف الميديوم او الميديوم، اوكي؟ بنحطهم بهالطريقة ورح نبلش، لكن عندنا وصفتين احبائي، رح يعمل عمر عجينة الفريش باستا، بدنا نعمل نوع من الباستا، رح يتسلى فيها كثير، بس رح تكون اليوم العجينة لونها حمراء، مطعمينا بصلصة البندورة، أما ليا اوكي الاميره اللي خلينا نسميها اليوم رح تعمل اول شيء الكيك ببياض البيض، يعني وايت ايجز كيك، يعني سي ان جاتو افيك لو بلون، لو بلون دوف. اوكي نو دوفون مونتي لو بلون دوف ا نيج. تو سي كاسكو سي لا نيج او لو نيج؟ لو نيج ولا نيج؟ لا نيج. لا نيج. اوكي نسينا الفرنسي. اوكي رح ارجع لعندك بس عبد، رح فرجيك بيضه وحده كيف بدنا نعملها وانت بتكفيهم. اوكي لنشوف، بنحط هول اثنين، لكن نجيب بيضتين طلع فيه نضربهم ضربه هيك بوم، شفتيهم؟ نمسك هون هيك. شو بينزل اول شيء؟ لك البياض هيك هيك، انتبه شفتي كيف؟ البيض وين؟ بنرجع بنشيل الصفار، طلع كيف؟ بنحط صفار هون. صعب خلص جرب معلي. اوكي لك شو رح نعمل؟ واحد، شو بدك تعملي انت هلا؟ بتعملي بعد بس وحده بس، كيف بتعمليهم؟ بتعمليهم هون اوكي، وتحطي هلا بياض بيض هون وصفار. فرجيني كيف؟ الله اعلم. بنرجع لعندها لليا، اوكي؟ انتبهي لليا ما تكسر الدنيا. يا شكل يا عمر يا انت، شو بدنا نعمل انا وياك اليوم؟ عمر راح، يلا عمر بدنا نعمل انا وياك شغله كثير حلوه، اول شيء خلينا نجيب ملعقه كبيره،
ليك شو بدنا نعمل؟ بدك تعبي لي يا عمر ثلاث كبيات من هيدا السميد الناعم. ليك هيدا طحين الفرخه بسموه اللب، شفته؟ ايه. نعبي لك واحد هيك، نعبي الكبيات تنقول ثلاثه. طلع كيف؟ شوف كيف تعبيهم؟ تتسلى فيهم هيك، هوب، شوف كيف؟ حط واحد. بعد ما نحط اتس وان، بعد ما نحط تو اند ثري. وبعدين وي نيد وان اوف فلاور. وان كب اوف فلاور، يلا. يعني كبايه وحده من الطحين وثلاث كبايات من السميد الناعم، وبعدين عمر رح يجيب ثلاث بيضات ورح يفقش البيضات ويحطهم هون. يلا يا عمر جو اهيد. فرجينا ليك جو. ليكو شو بنعمل؟ مش صعبة ابدا، صرنا عند ليا هلا، اعطيني يا ليا البيضة، نحطها هون، ليكو شو بنعمل يا ليا مشان نشيل الصفار؟ قلبت ليا الصفار بقلب البياض، بننزل هيك فيها طلعيها، شوفي، شوفي يا ليا، شوفي يا ليا، اوب، كيف؟ قولي عنيف. عنيف. عنيف، يلا، يعني. اوكي، رجعي كمان كفي، كم صار وحدة هون؟ تو؟ تو اوف وايت، اه، سي دو دو بلون دو بلون دوف؟ C'est deux ici ou une? Trois. Non. Alors, c'est une ici et deux ici. Non? Yep. Alors, on met trois, quatre et cinq. Oh, qu'est-ce qu'on a là? I have one only. Ah, ah, OK. One of? Of semolina. OK? Of semoul. Je ne sais pas comment l'anglais. Je ne sais pas comment l'anglais. I don't Semola. Know. I don't know. Smeeding. Smeeding. Yani smeeding. Je vais mettre l'ing pour l'écrire. Smeeding. Mais quand tu as ce فادي. طيب فهمنا. انت عندك خي شي؟ لا. عندك اخت شي؟ لا. ليه بيك امك ما بيجيبوا لك شي اخت او خي؟ ما بعرف. اه ليه؟ ما بعرف. لا تعرف ليش؟ طيب اسالوا لبيك على بكره نشوف. اوكي يلا جو. واحد بعد 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 اسرع 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 لانه راح تسبقك مين؟ ليا. اوكي؟ اوكي شو حلوين صار عندنا 3 نحط ال 3 هون. جو هاد يلا بعد بعد بسرعه 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 هوبلا اند 1 اوف فلاور. ذيس فلاور. اوكي؟ شو قلنا هون؟ تيك وان اوف فلاور بنحطهم هون وانا كمان هلا رح نشوف. واو ولا اصعب عن جد. نحن الشفيه بقلب المطبخ اللي عم بحكي عن جد. اوكي عم بحكي عن جد كسرنا الدنيا. اوكي مبسوط انت رايح. اوكي انه نقصر او نقصر بياض البيض عن صفار البيض ولا شغله صعبه. في عالم في نساء كبار بالاربعينات بيسالوني كيف بدهم يفصلوا البياض عن الصفار. بان كم بيضة صاروا؟ It's enough or not? Have five here? يلا يلا put one put one put one. Wow here كلهم هون. يا سلام يا سلام يا سلام. هذه كبية هون معليه بيطلع حاله طحين. اوكي واذا ما طلع حاله طحين اوكي بتقولوا له انتم حاله طحين حتى هيك يتعود انه ما يوسخ حاله بعدين. يلا جوين. هون شو بدنا هلا؟ بدنا نجيب 3 eggs. اوكي نعمل هيك واحد اثنين بوم واحد اثنين كيف؟ جو يلا 2 اكس هلا حطينا وحده بقى حطوا اثنين. اوكي يلا بس خلص خلص كفايه حطينا هون. كم بيضة عندنا هلا نزبون سي؟ كم بيضة عندنا هون؟ عديتيهم؟ ليك عندنا كي 1 2 3 4 5 6 7 يعني خلص بنشيل هيدي هيك. واو بنشيل الكفوف من ايدينا. ليكوا شو حلوين. شفت الحلوين الكفوف مشان بعدين ما نغسل دغري. شفتي؟ وليكو شو بنعمل احبائي بست بياض بيض، يعني صار عنا هون تنقول خمسه، وهيدي هون سته، صاروا ست بياض بيض، بنجي بنركب هيدي ليكو شو حلوه، بس هيدي ما انت بتركبيها، الماما بتركبها او البابا، اوكي؟ بركبوها بالماشين هيك، اوكي؟ وبنجي بنحط بياض البيض هون، ليكو شو حلوين؟ وبنجي بنحط فوقهم، هلا بدك تنزلي انت من هون، تنزلي، اوكي؟ تاخدي هون تجي لهون هيك بالملعقة صاروا ثلاثة يلا بلش عجنهم يلا تعي لهون يا ليا لعندي عبي هون هيدي هيدي شو اسمه الفئر الكبية عبيها فرين من هون يلا خدي من عنده عبيها كلها سوا اوكي هلا شو كيف بتطلع حالها يلا جو برافو عليك يا مين ليك شو رح يا عمر يلا اوكي اوكي عمر يلا يلا عشان عشان عمر ما تخاف ايه برافو عليك يا عمر شلناهم هيك لكن عندنا احبائي صرنا هون مش ضروري بس نشتغل بدنا نفهم كمان شو عم نشتغل عندنا هون سته من بياض البيض اللي انا رح احط عليهم هلا حوالي الملعقتين من السكر اخذت كم شيء يعني هون طلعوا كيف هلا بس تيجي لهون اوكي ليا بتلاقي حالها انه حطينا لها سكر بنسكر
ومندورة. بدنا نخفق بياض البيض انعش. هلا بنحط لهم طحين بعد شوي. اوكي. هلا شو رح نعمل؟ يلا شبيهم شبيهم. تعال روشي روشي يلا. هلا رح نعمل هيك نحن شوية مي، روح حطيها هونيك إذا بتريدي. رح نحطها لشون. يلا كفي نعجن شوية صغيرة. يلا. عم نعجن العجينة، بتطلعي تقعدي إذا بتريدي ترجعي هون. يلا برافو. هلا لي جون دوف اللي هن صفار البيض. Nous pouvons faire après des œufs frites, si nous, si nous voulons. Nous pouvons faire des omelettes. Nous pouvons faire des omelettes, nous pouvons faire des bêtes, nous pouvons faire des tiramisus. Les bêtes qu'on y fait, qu'on t'a amené au moins ça faire le bête. Nous allons les mettre à la ou nous allons les mettre à la Mais c'est comme ça, nous cover et nous allons être très bien. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Vous voyez? Arbi. Les bêtes sont là, nous allons les لكن شلنا نحنا ملقعتين كبار من كباية من السكر وحطيناهن وين؟ حطيناهن فوق الستة بياض بيض. هلا منجيب لهون يا ليا منجيب ملعقة وبدك تعبي هيدي الكباية سكر. برافو يلا نجي لهون. عمر يا عمر يا جقل يا عمر يلا جو فور إت. ليكو عمر شو عمل هون؟ طلعوا كيف؟ هلا طلع لك يا عمر كيف بدي نشتغلها نشتغلها بهالطريقه. هلا يا عمر لك شو رح اعمل لك؟ بدك تيجي انت لهون بتشيل هيدي من ايدك. شيلها 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 ما تخاف. ايدين ضاف لعمر اكيد. لا اوكي دونت وري. هلا عمر بدك تفوت ايدك هي بالصوص ضاف. يلا عجون الصوص لك كيف عمل هيك هيك ايه اوكي. يلا هيدا هون تومات بيليه يعني التوميتو بيلد عم نعصرهم مزبوط بعد 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 ايه عصرهم هيك ايه ايه بس ما تطلع حالك شوي شوي نعمله هيك هيك منيح هيك 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 اوكي. هلا هلا يا عمر منجيب نحن هون زي رجلك يا ليا لكيف بناخذ توميتو بنروح لهون بنحطهم وانت بتروح بايدك بتعجنهم. يلا جو كيف يا عمر؟ لك انا عمر هلا بالتوميتو لك عمر بعمل لك اياهم شوي وانت بتكفي. يلا طلع كيف حتى نعجل وبعدين بنروح لعند مين؟ ليه انت ساعدني هون. يلا نروح عند ليا. يلا ليا كيف بقى عم نعمل هلا صرنا التوميتو صوص عم يدخل. فينا نحط كمان رب البندوره فينا نحط كمان ملون مثل ما بدكم لنعمل هيدي العجينه. طلعوا صار عم تصير عندي عجينه مزبوط يا عمر؟ لك كيف؟ كفي كفي يا عمر معلي اذا وسخت من غسل ايدينا بس نطلع بريك بعدين ما تخاف. يلا بدك عشان لك كلها بعدين اعطيك اياها؟ لا انا لا لا انت تقعد اوكي بقى فينا ها جينا لعندك. يلا نرجع من جديد نحط كف ونروح لعند ليا لانه ما ننتقل من وصفه للثانيه. وليا لك شو صار فيهم هون؟ لك كيف صاروا؟ انا شوفي شو صار فيهم؟ صار يصيروا عم يصيروا مثل الثلج. رح نقوي شوي وهيك كمان رح تشوفي اذا صار يصيروا حلوين. بنحط هون لك كيف؟ واو الكفوف لك كيف؟ وهون احبائي الوصفه هي بتقول ست بياض بيض. ست بياض بيض يعني بلون دف دف اوكي. وبعدين كبايه من شو اسمه هيدا؟ فرينة. وبعدين كبايه من السكر. بس كبايه من السكر بدنا نشيل منها ملقعتين اللي حطيناهم ببياض البيض. بعدنا متذكرين يعني حطينا كباية سكر بنشيل منها ملقعتين. وين حطيناهم؟ حطيناهم مع بياض البيض والكباية من الطحين هون. شو بدنا نعمل هلا؟ ليكي كيف؟ بنجيب هون هيك بتدلقي هون الفرين والكمين والسكر وبنخلطهم مع بعضهم. يلا هون واو شوفوا العجينه هون تنكفي العجينه. نساعده لمين؟ نساعده لعمر. وبعدين هلا عمر هلا جاي الجمال وجاي الشغل. ليكو العجينه كيف صارت احبائي ليكو؟ هلا هيدا كلها سوا هون. اهم شيء ولازم ترتاح العجينه يا عمر المينيموم نص ساعه بس اكيد لانه عمر معنا ايديه مثل الخميره. عمر هلا شوفوا العجينه شو حلوه. ليكو ليكو شو حلوه. وشو رح نعمل عمر هلا؟ رح نزيد لها شويه ملح شوي اوكي ومنعجن من كفي
بنشيلها كلها سوا احبائي. طلعوا شو حلوه، طلعوا. بتعقد يا عمر، يا عمر هون كف، يلا جو. ليكو عمر بدك شوفيك انا شوي، ونروح لعن نروح لعن ليا بعدين شوي. لك كيف ها نشيل هودي كلهم اللي وقعوا منا. ايه لك كيف، لك شوف 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 شو حلوين، هو كلهم اللي وقعوا منا هون هون، لانه نحن عم نضيف مش هيك، بنشيل هيدي لقدام هيك، هو كلهم نضاف هون عندنا هيك هيك هيك. يلا هيدي هي العجينه قدامنا احبائي، صارت عندنا عجينه مطعمه بصوص الطماط، ممكن تعامها بالبيستو، ممكن تعامها بالانكور دو سيش اللي هو اللون الاسود او الحبر تبع الصبيديش، فينا نطعمها باي نوع من الكريمه، ارتيشو غير ارتيشو، عم يتسلى فيها عمر هلا. ويا بيي شو حلوين، وهيدي ملعقه هون، بنحركهم مع بعضهم. يلا ميلونجي تو، نحن بنحرك كل شيء. وليك هون شو صار عندي يا مامي، ليك شو صار عندنا هون، هلا خلي الكاميرا، الكاميرا رح تيجي لعنا. تعي 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 الا للكاميرا، تعي تيجي لهون، تعي 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 تعي، رح تيجي الكاميرا لعنا، رح نفتح هيك، رح شوف الكاميرا كيف رح تفوت لجوا، رح تفوت لجوا، رح تفوت لجوا. ياي ليك هون، ليك هون، كيف هيدا هون صار عندنا هلا البلوند، البلوند شو اسمه دار، عملناه منطقه ناش طيبين. اوكي لكن هلا ليك شو صار هون، لكن صار عندنا نحن هلا البلوند دوف صار منطقه ناج، طلعوا كيف بهالطريقه. هلا بعد شوي صغيره بنبلش نضيف له الطحين والسكر ونخلطهم معهم، ورح نزيد لهم ملعقه صغيره من البيكنج باودر. قولي بيكنج باودر، بيكنج 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 باودر، وبعدين فانيل او فانيليا، اوكي مثل ما بدك انت، بنزيدهم هون. بس كمان شغله هون لازم كمان نحطها، وانا هلا رح حطها مع بياض البيض. ريكو شو رح نعمل؟ رح نرجع نرجع بياض البيض، رح ننزلهم هيك، رح نقعد شوي، ورح ننزلهم حوالي 100 جرام من الزبده. طلعوا هي اهو، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، هودي 100 جرام من الزبده مع بياض البيض وشويه سكر. هلا عنا نحن هون ملعقة صغيرة. واو وين العجينة؟ فرجينا لنشوف. اوب هيدي العجينة، وتعقد احبائي لك وانا شو حلوة هيك. اوكي رح خليها بدنا هلا نحن هون فينا نريحها، بس انا بدي خلي عمر يعجنها شوي زيادة. شو رح اعمل له لعمر؟ رح اعمل له هيك، رح اعقد له الموضوع شوي بهالطريقة. يلا يا عمر خليهم هو كلهم يفوتوا على قلب العجينة. يلا جو، يلا ايه برافو هيك، بس حتى نسلي لعمر شوي صغيرة مبسوط بالموضوع. ونحن هون بنحط الملعقة الصغيرة من البيكنج باودر على الطحين والسكر. اوكي وهلا بدنا نسألها سؤال كتير حلو، لمين؟ لليا. ورجعين لعند عمر، يعني ما تعمل حالك انه انت هلا ما رح تحفظ شو حطيت هون، جايين لعندك. وليك الفانيلا، رح نحط الفانيلا هون. طلع اوب، السؤال لليا هلا، ليا قد ايه حطينا طحين؟ يلا وحدة كباية وحدة، سكر كباية وحدة، كباية وحدة بيكنج باودر وحدة، ملعقة صغيرة، شوية فانيليا، كم بيضة؟ ستة. بس بياض بيض ولا صفار بيض؟ لا صفار هون، لي جون سون هون، لي بلون سون ايسي. اوكي شو يعني؟ البياض البيض مع ملقتين من السكر حطيناهم، حطيناهم وين؟ بقلب الخفاق، عم ينخفقوا مع 100 جرام من الزبده. شو بنعمل هلا؟ بنطفي شوي هون، بنروح لعند عمر. يلا يا عمر، واحد اثنين ثلاثه، قل لي شو حطينا هون يا عمر. يلا حطينا يلا واحد فانيليا، فانيليا ايه، وثلاثه ايه 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 بياض بيض، ايه ثلاثة بياض بيض، واحد فانيليا. لك انا بريك احبائي 12 دقيقة ونص تنحفظوا اياهم لعمر. احبائي اهلا وسهلا فيكم من جديد. لكن مع ليا اليوم عملت لنا او عم تعمل لنا كيك ببياض البيض بيطوش بعد شوي صغيره، التشوكلت ميلك شيك. رح نحط هيك التشوكلت مع مين؟ انت اسمك ليا؟
انا فكرت اسمك جوزفين. قلتي لنا انت باي ايكول؟ لسا عبد القادر. وقد انت عمرك؟ 6 سنين. 6 سنين وبتحكي بس فرنسي؟ عربي ولا كمان. وكمان عربي؟ كيف بيحكوا عربي؟ مثلك. سقطت. صفتني عمر بونجور. هيك اللي ما كان معنا صار معنا ويتعرف على عمر الجقل. كيفك انت؟ الحمد لله. منيح؟ احوالك منيحة؟ وضعك منيح؟ شو عملنا لحد هلا نحن؟ عزيز. شو اسم صاحبتك؟ سنتين. سنتين قد ايه عمرها سنتين؟ 7. 7؟ بس ما تقول عائلتها لانه اذا بيها سمعك يا معلم يا معلم بطل خليك تقول على الايجو. لا تقول لا تقول خليها سر. اوكي لك نحن هلا هون لك شو رح نعمل من بعد. نحن هون ما خلطنا مع عمر 750 جرام من الطحين. اوكي مع من السميد الناعم سوري مع 250 جرام من الطحين وبنحط لهم 3 بيضات أو 4 بيضات يعني لكل كيلو 750 جرام من السميد وكمان 250 جرام من الطحين بنحط معهم شو؟ بيض 3 بيضات او 4 بيضات 3 ماشي الحال 3 وهلا يا معلم عشان نيهم هيك بيقولوا حطينا بس فيهم بدل المي تقعجن حطيت شوية مي وشوية فلسة بندورة تصارت عندنا لونها حمرا شوي هلا بدنا نركب هون هيدي ماشينة كتير حلوة لك انا وياك هيدي ما فيها كهرباء يعني فينا نحط هيك بدي اياك تشد هي يلا شد معي هي شوي اوكي شد يلا ايه اوه يلا يلا ايه اوه جاي لعندك يلا انا حركيهم حرك الميكس جاي لعندك اوكي زي ايدك لنشوف اوكي هيدي هي هون الملزمه هيدي مش ما تخلي لنا المكنه تفلت منا وهون شو بنعمل؟ حط المانيبال برم لنشوف يا سلام يا سلام اوكي خلص راح في مكانها خلصت الحلقه اوكي زي عمر شوي تنسكر هون الباب شوي صغيري هيك ونرجع نجيبه لعمر يقعد هون فرجينا يا عمر شو راح يصير معنا هلا بعد شوي اوكي هون او خلي هلا امسكها بايدك رجع لورا شوي اوكي لانه حطيناها قدام نتفين خلي الباب مفتوح ونجي لهون يا عمر ليك شو بدنا نعمل هلا بدنا نخلي عمر بس بده ينتبه عمر طيب طيب ليك تعرف شو بدي منك عمر بايدك هلا بايديك هول حطهم هون راح نحط عليهم طلع سميد وهون سميد هلا بايدك هول بلش عجون العجين شوي يلا رجعين لعندك اما ما علي عم نعمل كيك بيض حطت 6 بياض بيض مع ملقتين من السكر اوكي وجينا خفقناهم عملناهم مونتي اناج وضفنا لهم شي حوالي 100 جرام من الزبده من البر وكنا على جنب خالطين من السكر ومن الطحين وشويه فانيليا وكمان ملعقة صغيرة من البيكنج باودر وجينا خلطناهم كلهم بعدين ببعضهم وهلا رح نعمل شغلة حلوة واللي هي رح نشيل هيدي هيك لبرا نتفة صغيرة نحطها هون ورح نجيب هذا تبع الكابس هذا اشتريناه جديد تبع تنقول التشوكلت كب كيك او الكب كيك مثل اللي عملناه هذيك المرات ورح نجيب هيك ليك شو رح نعمل رح نجيب سبراي اللي هو الباتر سبراي رح نجي نرشهم هون هيك حتى ما يلزق معنا اوكي هالكب كيك او هال وايت ايجز كيك بلون دف اوكي جاتو سي بيان كوم سا يا وراح نروح على شوي صغيره لهون ونقلا لا لا يا ليك شو بدنا نعمل بنشيل هيدا هون طلع شفتوا وبنعبيهم هون ليك كيف تعرفي هيك يلا جو شغلناها شفتوا كم مرة شغلنا ليها اليوم ان كان بالبيض بعدين بالطحين عبت الكبايات عملت خبصت مدري شو اما يا معلم اكيد عمر شغلناه بس اكيد يا عمر ما رح يطلع معه باستا اليوم اوكي رح يطلع معه باستا عليك عمر اليوم ايه معشوقة معشوقة ما فيها تحكي ما فيها تعمل شغلتك يلا يا عمر جيت لعندك يا عمر ستوب يا عمر ستوب ستوب رح نشيل كمان من ايدينا نحن انا وعمر رح هلا نشتغل هيك من دون كفوف ورح نجيب على العجين نظبطها بنرجع لانه اكيد هلا عمر خرب الدنيا رح نحطها هيك يا عمر ونجي لك عمر وحطنين جرب انت هيدي لك شوف يا عمر شوف ما تخاف شفتوا هيدي الشغله كان فيه يشتغلوا فيها الاولاد هيدي مش سكينه مشان هيك نحن جبناها يلا قطع يلا قوي براو يا عمر نجيب هون خلص ستوب واحد نجيب هيك هاي بدنا نلعب فيها شوي بدنا نعمل تجربة من هيك يا عمر لك التجربة كيف منوسعها يا عمر على number is number 6 here or not yes. is number 6 we put number 2
or one. We start with number one. Okay? In the beginning. Yeah. Go. يلا يا عمر يلا. مالك عمر؟ لا انت مش انا بحطها وانت عمر بيبرمها بالقلب. تركيبة تفوت العجين يعني. اوكي لا هيك يلا. جو عمر. جو عمر. ايه يا عيني شفتوا هلا بلشنا نفهم على بعضنا. شو يا عمر؟ جو. بعرفها لها. برافو يلا. ليش كيف تعرفها؟ قل لي. شفتها انت عملتها مرة. انا عملتها مرة وانت بتحضرني؟ ايه. ايه برافو لانك لو ايه لا يا عمر كنت عملت فيك العجيب يا عمر يلا. اوكي يلا عمر فرجيني انت لنشوف بس ايدك هيك من فوق ما بنحط صبيعنا هون حتى لو حطينا صبيعنا يعني برضو اذا حطينا صبيعنا ها شفت بس نحن ما بنحطهم اوكي حط يلا اوكي لنشوف لوحده عمر لا وحده ايه يلا لا لا بالقلب بمزبوط ايه هيك عمر لا هيك هيك لتحت هون هيك وهيك ها يلا واو شيل ايدك شيل ايدك عمر اوكي ليكو عمر برافو بنرجع مره ثانيه يلا جو عمر فلاتيت يلا شوي صغيرة بنرجع هيك هيدي بدنا نلعب نحن وعمر وبعدين بنعمل الباستا اللي بدنا اياها مزبوط يلا يا عمر لا عملك عمر فوتها مزبوط لك شوف كيف هيدي الها 1 and 2 وهون لك بتفوت محلها 1 and 2 go ahead يلا لا لا هيك ايه برافو اوكي from right to left go 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 بعد يا عمر رح نحطها هلا على نمبر شو نمبر 5 اوكي رح نلعب جايين لعندك عبيتيون عبيتيون كلهم عن جد يلا جو يلا لا 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 ايه برافو يلا جو بعد 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 هلا شو نحن عم نلعب هيدي العجينه عم نخلي عمر يلعب فيها يلا عمر يلا بدك تروح عليك مشوار بالعجينه يلا يا عمر يا الله 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 يا عمر واه هيدا عمر هون هون صار عنده العجينه اوكي هلا حراز نلعب بالاكل بس نحن قلنا من الاول انه هيدي العجينه بدنا نلعب نحن وعمر فيها هلا من العجينات الجديد بدنا نعملهم بطريقه بعقده تنعمل منهم تالياتيلي او باستا وبعدين شو نعمل؟ صوص طومات معهم صوص طومات بتعرفيها شو هي صوص طومات؟ معموله من الخيار مزبوط؟ ليه؟ صوص طومات معموله من الخيار؟ وشو صوص بازيلا معموله من 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 الفول؟ كيف لا. يعني؟ صوص طماط من شو معمولة؟ معمولة برارورة برارورة واو ليكو كيف بعقدوا هون حطيناهم كله رح نعبيهم شوي صغيرة ليكو كيف شوي صغيرة مش كتار تنعمل نحن كيك ببياض البيض مع هيك شوية زبدة بعقدوا وفينا نحط لهم شوكولا فينا نحط لهم بنان فينا نحط لهم كيوي اوكي فينا نحط لهم شو بتحبي انت هيك انجريديون شو بتحبي؟ شوكولا شوكولا مثلا اوكي بس هلا انا لاني انت بتحبي الشوكولا شو رح اعمل لك بعدين؟ الميلك اوكي تشيك مع الشوكولا ورح نحطهم هون بقلب الفرن والفرن عندنا شاعل على حراره 180 درجه بدهم 9 دقائق 10 دقائق ماكسيموم اوكي جو هاد وبنسكر هلا الفرن هيك بنضوي شوي تنضل شعون شاتيون حلوين؟ يا اوكي هلا بدنا نعمله شغله حلوه وبنرجع لوين لعند عمر ليكو شو رح نعمل رح نجيب نحن هون هود الشوكولا اوكي ورح نعمل شو رح اجي شغلك هلا شغله حلوه ليكو شو حلوه بس ما بتقوي ليكو شو حلوه هون ليكو كيف شفتيهم كيف كيف فيكي تعرفي يلا نشوف اوكي رح نبلش هلا اكيد هي مش طريقه الايديال بس بيتسلوا فيها الاولاد اكيد احنا بدنا سكين بس ما بدنا نعمل سكين يلا اول شيء بلشي بوين بهيدي يلا كيف هيك ايه يلا شوفي كيف شوفي كيف هيك هيك كيف منيح يلا جو واو عملك 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 هي عم يشتغل بلاي يلا اوكي هلا بدنا نعمل مزبوط انا وياك شيل هيدي كلها سوا حتى هيدي اللي لعبنا فيها فيك ضل يلعب فيها مثل البات امودلي اوكي تكوني تكوني بات امودلي ليا بتعرف بات امودلي بس لقي منها يلا عنده عنده راحت شفتها شفتها على صغيري على صغيري يا عريس سمعتيني عم بضحك عليك هو قال انه انت بعد صغيري يلا جو هلا خلينا نعمل تالياتيلي شوي تنعلمه كمان شوف شو بدي اعمل انا رح اعمل قدامك انت بعدين بتعمل انت اوكي انا اي ويل اوبن ات تو نمبر 2 اي ويل جو الون اوكي عشان نقول قديش نحن العجينه حلوه
I will open it like that. Okay. Again, and again. I put some more here. You see? And again. نعمل فيها. حبيتها؟ اوكي لك شو رح اعمل انا هلا؟ رح اجي سكرها لان انا بدي اعملهم لك هيك حلوه بدي اعملها. برجع انا بسكر هون شوي وبسكر هون شوي هيك بحط كمان سيمولينا يو سي وبرجع put it here go ahead معلش go برافو يلا اوكي 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 جو 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 برافو جو 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 حلوين اوكي يمكن الحلقه كثير مهضومه بس كمان كثير عالم هلا شافونا يا عمر بصيروا يقولوا عنا نحن انه عم نضحك كثير بس هني بيكونوا تعلموا شو عم نعمل عشان هيك يلا جو جو يا عمر يلا برافو يا عمر برافو جو حتى قد ما بدك تكون سريعة يا عمر ما في مشكل يا عمر وهلأ يا عمر لك شو معنى بدي اياك 1 2 3 اوكي 1 2 برافو هلأ بس نجيبها نشتريها للولاد بده يكون دايما فيها الحرفين حرف 2 لأنه في منهم ما قالوا الحرف الولد بيضرب ايده بالسكين اوكي يعني هودي مخصصين للولاد هذي كمان عمر بس نخلص رح ياخدها معه كادو اوكي لك هلا عمر شو بدنا نعمل؟ شوف كيف؟ هون بنشيل هيدي هيك بنحطها هون وهلا بدك تبلش تبرمى جو يلا يا عمر برافو يا عمر ليكو عمر ليكو عمر ليكو عمر شو عمل يا عمر؟ يلا يا عمر جو جو عمر 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 يلا ما لازم يوقف كان عمر بس وقف معليه يلا يا عمر هوب طلع هودي كمان بلاتلي صاروا عندنا كمان جاهزين هون يا عمر حط لهم سيمون ورجع لك شوي شف شو صار؟ هولي شوي صغيرة كانت معلقة ما عليك انت دايما تستعمل هيك كيف هيك شوف نعمل بعد شوي يلا دقيقة بس حطهم هون جو عملك شوي حط ايدك الثاني نعلم الولاد يستعملوا ايدتين سوك هون اوكي عليها بالعيلة شفتوا كيف؟ دغري لقط اللعبة 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 دغري ودغري لقط اللعبة شغلة حينة كتير بتعقد اوكي عمر خد دقيقتين ريحة ارتاحين هيك ريلاكس اوكي يلا يعني لعبت شوي بس ما عطتنا نتيجة كتير بس إذا اوكي يلا رح نعمل شغلة كمان إسا أجمل أول شيء أنا رح ساعدها شوي صغيرة بالسكين اوكي ليكو شو رح نعمل بس تصير كبيرة اوكي سنعمل هيك اوكي بس تصير كبيرة مش انت وصغيرة اذا نحن شفنا سكين بالجرور عند الماما بالمطبخ شو بنعمل؟ ما بندقن ابدا اذا بنشوف النار شاعلة شو بنعمل؟ ما بندقن اذا بنشوف القهوة على الغاز شو بنعمل؟ ما بندقن اذا بنشوف البسين على البلكون شو بنعمل؟ بنتفرج بس البسين على البلكون متفرج شو بنعمل اذا لقينا بسين على البلكون؟ واليوم شو بنسبح اذا بابا قالنا بدي اخدكم مثلا لعبيكم بشي محل شو بنعمل؟ نلعب بنلعب اذا شفنا مثلا تنقول البراد مفتوح شو بنعمل؟ بنسكره بنسكره هيدي هي بس انا ابني بحط راسه بقلب البراد يعني مش رح اوكي يلا ليك ايش عملنا هون شوي عم بعطيك الشوكولا هلا بقول لك ليه عم نعملهم هيك ونرجع كمان لعند عمر لانه بدي اقول له لعمر هلا يعمل لي شغله بتعقد 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 بس انت شو رح تعمل؟ بدك تبلشي اعملي معروف تدوقي لي هون رح اجيب لك ملعقه تدوقي لي شوي ها ها خليك محلك يا عمر جاي لعندك ليكي هون دوقي لي الشوكولا اذا بيعجبوكي ورجع لعندي وهون شو؟ عمر وقع على الارض مش ضروري نغسلها لانه شو لانه هيدي من برا بالضبط ليكي عمر شو عمل؟ برافو يعني هيك نحن ونرجع هلا يا عمر بدنا كمان نعمل شغله اوكي رح نعملهم صغار شو رايك هون تعال هون نعملهم نرجع عن جديد حتى ما نخبص بالعجين الثاني حرام اوكي نجي نحن بس اول شيء يا عمر بدنا نشتغل هون اول شيء هون يلا جو فور ات اعملك شوي يا عمر يلا اطيب شيء شايفك انا شايفك هونيك انت عم تاكل الشوكولا شايفك انا اوكي شايفين طلع يا عمر طلع هون شايف هون شايف هون الوجه
شايف انا مش فاهمه كيف شايف؟ يلا روح بعد. اوكي ما تخاف. ايه ايه برافو يا كهلا وسعناها وجينا حطينا هون حتى بس نعلم عمر كيف بيعملوا الباتل صغيره. شايفين عم تاكل؟ شايفين عم تاكل؟ شايفين عم تاكل؟ اوكي يلا. لكن عمر انت كفي هلا هيدي شوي. اوكي. تنشوف هون طعميني انا كمان شوي. طعميني. ولا اطيب من هيك. دقيقتين ونص احبائي ورجعوا لي بسرعه. احبائي اللي ما كان معنا صار معنا البرنسس الاميره الحلوه يلي بتطوش اللي اسمها ليا وعنا الجقل كمان عمر الجقل عمر خرب الدنيا بالباستا عملنا العجينه عملنا العجينه حمراء هلا عن جديد بعد ما خربنا العجينه مليون مره رح نعمل كمان اوكي العجينه الحلوه مزبوط يعني رح نحمدها ونعملها تلي تلي اما هون مع ليا عملنا الكيك مع بياض البيض اذا هلا الكاميرا بتفوت معي على الفرن شوي رح تشوفوا ليكو هلا الكيك كيف صار بعقد بقلب الفرن بطريقه بلش وبعد شوي اذا بولع فوق هو كله بده 10 دقائق شفتوا شو حلوين هولي مين عملهم انا ليا اوكي انا لكن هون ليكو شو صار اوكي وعندنا هون الشوكولا ورح نجي هلا رح نعمل شغله حلوه اوكي هون يلا ورايحين انا وياكي هلا رح نجيب البوزة جايبين بوزة على شوكولا هيدا البوزة على شوكولا اللي عنا اياها واو رح نجي هيك ونعمل نحط نعمل ميلك تشيك رح نعمل هلا شوي بدك تبلشي تعملي لي هيك هيك كيف هوب حط هون شو يلا مش كلهم بس حطي بعد 5 فوا اوكي عم نحط نص كيلو من البوزة مع نص كباية من الكريم فريش مع الشوكولا اللي مقطعين اللي مشقفين حوالي 100 جرام بنخلطهم مع بعضهم ونهاية اوكي وبنكون خلصنا كمان هالكريم تشيك او تشوكلت كريم تشيك او ميلك تشيكس اللي بدكم اياها اوكي مثل ما شايفين هلا البوزة وبنرجع لهون لعند عمورة هو بدنا نشيلهم كلهم لانه لعبنا فيهم كثير رح نروح على العجينة بتكون ارتاحت اكثر واكثر ونجي اوه رح نعمل لك اياه ورح نسلق لك اياه هلا وننتقل تنعمل صوص رح فرجيك انا شوي فيني فرجيك؟ ايه عملت انا الصوص جميل هي مش الصوص هيدي هون سباجيتي صغار ليكو احبائي شو رح نعمل هون اوكي هيك كمان بيكون تعلم كثير منيح واكيد على بكره بتلاقي هلا بيو لعمر وامه رح يشتروا لك ماشين مثل هيدي حلوه مشان تتسلى فيها بالبيت كثير سيفتي اوكي يعني كمان ما فينا ما حدا في يعمل اي خطا فيها ليكو شو حلوه ليكو العجينه مع اجملها ومطعمينها بالبندوره توميتو يعني مش هيك؟ يمين يعني بتعمل توميتو صوص اوكي؟ and you keep a little of tomato sauce inside the dough, no? yeah لك عم نحط شوية توميتو صوص بقلبها هلا رح نمدها على number 5 قديش شوكولا صار عنا؟ قديش شوكولا صار عنا؟ انا خمسة شوكولا يلا هون ليك شو رح يصير؟ ليك شفتوا الباستا؟ يم اوكي؟ بس هلا انا وياك شو هيك نعمل اليوم اطول تلي تلي بالعالم ايه اكيد مش بالعالم بس انه يعني هلا انا وياه هون رح نعمل اطول تلي تلي ليك شو رح نعمل لا ما بدي اياها لا ما رح احط لك لو لو حط هون ليك شو رح نعمل يلا بلش اوكي واحد اثنين جو 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 ليك شو حلوين يلا اوكي على مهلك على مهلك ما تتعب ليك ليك اوكي يلا جو بونجور كيف الصحة؟ ماشي الحال؟ لك التلية تلية تبعونا لك بعد 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 جو 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 يلا بعد كسرت هون التلية تلية هون احبائي والمي كمان عم تغلي فينا نحطهم هيك بقلبها هلا رح تشوفوا كمان رح يطلع معنا باستا بتعقي ورح نجي نحن هون يو شو حلوين طلعوا هيك ورح نسلق نحن الباستا شو رح نعمل هلا خلص ستوب شو رايك؟ هلا شو رح تحط لي؟ رح تحط لي الصوص صوص رح نحط الصوص هون اوكي لك شو حلوين الصوص واو ايه شفت مع شو مع الذره شو رايك هون بالذره إيه؟ هلا شو بتعمل انت هون ما بتحط ايدك على النار بس you put 100 pieces small pieces of maize 100 go ahead يلا 1 لايك امبوزا لايك البازيت هون عم يعدون انا عم ضحك عليه
اوكي هون نص كيلو من البوظه وشو رح نعمل فيهم؟ رح نجيب كريم فريش ليك وشغلي كمان سريعه جدا بتعقد اوكي كمان حوالي نص كبايه من الكريم فريش حطيناها اوكي بنرجع نحطها بالبراد دغري وبنرجع بعدين شو بنعمل؟ نجي هون نحط الشوكليت وبنجي كمان بنحط كمان شوي صغيره من الشوكولا اذا بدنا هيك ليكوا شو حلوين نسكرهم على بعضهم هيك ليكوا ما اجملوا ها خلصوا كيف؟ سبب؟ نجي نحن هون هلا بنحرك الباستا ليكوا الباستا واو ليكوا الباستا تبع عمر ليكوا الباستا تبع عمر ما اجملها واو ليكوا هون شو حلوين الشوكليت يا بي شو طيبين هلا شو بدنا نعمل لك شو بدنا نعمل هيك ليه كيف حطيت 100 حطيت 100 يلا كم في النص بس 100 كم واو ليكوا هون واو 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 شوف شو صار عندنا احبائي هون ليكوا شو صار عندنا هون رح تشوف اجمل شغله بالعالم واللي هي هون ليكوا 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 الشوكولا شوكولا ليكوا شو رح اعمل لك ليكوا صار عندي هون البوظه مع الشوكليت هلا بدنا من مين بدنا من ليا ليا ليك يو كان دو ذات شوفي كيف جيبي هون هيك 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 يو دو لايك ذات فيكي بس هيك يلا جو شغلي هاي مبسوطه مكيفه هلا بس رح نعمل له شغله نحن هون بتعقد لانه بعده على بنفس المجال لمين للخواجه اوكي عمر عمر بدنا نبرش ثلج اوكي خذ هيدي بايدك هيدي هون رح جيب لك انا ثلج بتعمل هيك بتبرش ثلج شو رايك اوكي ليكوا شو حلوين هول هيك اول شيء خلينا نسكر هون ندور هيك شوي صغيره رجعين لعند هلا الكيك ورح نجيب له لعمر ثلج ليكوا هون ثلج هون ثلج يلا يا عمر جو عمر ثلج عمر ثلج هون يلا بنسكر عليها ليك عمر ليك يلا 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 عمر جو ليك ليك الثلج كيف يلا بلش يلا عمر يلا انتبه على ايدك يلا واو ليكوا شو حلوين هون كمان هون طلعوا شو عم بيصير معنا مع ليا طلعوا شو عم بيصير معنا مع ليا ليك هون هي افتح دمك شوي ماشي كان بس عم نجربها سوري ليكوا شو حلوين يلا يا ليا ليكوا شو حلوين هلا هون يا ليا ليكوا شو حلوين هون مزيكا واو 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 ليك ليا شو حلوين هودي كلهم لقلك يا ليا كل يوم كلهم شيلوا الكاميرا عنا الله يرضى عليكم شوي اوكي كمان هلا شو بنعمل نحن بنجيب الثلجات اللي عندك نحن هون نجي لعند ليا هيك ليك هون كيف فينا نحط كمان ثلج مبروش طلعوا كيف وكمان عندنا هونيك هيك وفينا نجي نحط هون كمان شو بينكسر ليك الشيك هيك لا جاي لعندك يلا 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 يلا, يلا. هون وليكو كمان ليا شوفي كيف انت لوحدك يلا جو هير هير and here and here go for it صلوا كثير ما هيك تعلمنا كثير كمان كانوا حلوين بس خلينا هلا نروح على الكيك تنجيبه من البراد حلوين ونشيل التلياتيلي طلعوا كيف تلياتيلي لك كيف بس تنفرجيكم انه الوصفه عندنا 100% التلياتيلي بعدهم الدينتي مع الصوص طماط بيعقدوا اوكي يا ليا اوكي متعقد طلعوا شو عم بيصير معنا هاي التلاتالي هون والصوص طماط مع الذره بيحبون كثير الاولاد الصغار شغله كثير حلوه رح نشيل الكيك هيك على جنب اوكي ونحاول واو واو بدنا نعمل شغله اكيد والشغله بدنا نعملها اللي هي هاي رح نفرجيكم كيف واو ليك يا ليا شو عملت؟ هوب دقيقه بس رح نشيلهم من هون واو سخنين كثير سخنين كثير ما لازم يلزقوا يلا سخنين كثير بدنا ننزلهم هيك اوكي 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 حتى هني سخنين هني سخنين هني سخنين ليكي ليا طلعي يا ليا انت اللي شو عملتي هون ليا
طلعي هوب 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 هوب. كيف راح يشيل حلوين؟ راح يشيل لك وحده. اوكي هون بتعقد. واو 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 بكم تنطروني بس يبردوا شوي صغيره لانه عم اشتغل بسرعه. اوكي مثل ما شايفين بيقبوا كلهم سوا بيطلعوا. بس بكم تنطروا حوالي 4-5 دقائق بيعقدوا الكيك. شو رايك بده اي شوي وحده منا؟ تعال شوي. باي.